السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح الباطني. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا اليوم ما تنساوش تصليوا وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة تاع مقرود الجزائري تاع الزلبجية، طريقة سهلة وبسيطة ويجي معسل للقلب ويجي أيضا مبسس وشكله راقي ويشهي أيضا في نفس الوقت كما كنتم تشوفوا. خليكم دوك مع الوصفة مع المقادير، مشاهدة ممتعة للجميع. بالنسبة للمقادير اللي نحتاجهم في العجينة، عندي 3 كيلات نتاع سميد، وعندي لهنا الكيلة الرابعة درتها نص سميد ونص فارينة. عندي لهنا كيلة غير ان دوا نتاع السمن، انا استعملت لهنا المدينة، وراح نكمل هذاك الربع اللي بقى لنا راح نكملو زيت. شتو كيفاش؟ عندي ايضا قرصة نتاع الملح، عندي الفانيلا باش نسمو بها، وعندي لهنا كيلة غير ان دوا ايضا نتاع ما، وراح نكملها بالمزهر. شتو كيفاش؟ انا هنا بالنسبه للدقيق تاعي استعملت المتوسط، نوعيه سباك، انتم استعملوا اي نوعيه كانت عندكم، المهم تستعملوا هنا المتوسط. ايضا حاجه اخرى، ايضا لهنا السمن تاعكم لازم كي تذوبوه لازم يبرد تماما. دوكا نروحوا نبداو في طريقه التحضير. في ريسيبيون نحطوا لهنا الدقيق تاعنا، كما قلت لكم استعملوا الدقيق المتوسط، انا استعملت لهنا العادي اللي عندي في الدار تاع الكسره، ما غربلتش يعني ما نحيت منه لا الخشين ولا الرقيق، هكاك من اللوزين خدمت به. راح نزيد ندير قرصه نتاع ملح، ما تنساوش القرصه تاع الملح باش ما يجيكم الصامت، عينك ميزانك عادي ماشي قرصه، المهم تكون شويه. نخلطوا، نزيد ندير الفانيلا حوالي ملعقة تاع قهوة، نخلطو هاد النواشف كامل مع بعض، ومن بعد راح نضيفو هذاك السمن مع الزيت. لهنا بالنسبة للكاس، أنا كيلتكم بهذا الكاس، نتوما كيلو بأي كيلة كانت عندكم حسب الكمية اللي بغيتو، أنا راح ندير كمية قليلة فقط مانيش راح ندير كمية كبيرة. نبسو الدقيق تاعنا ومن بعد نرجع لكم، حاولوا تمحروه شوية في يديكم هكا بالراحة تاع اليد مليح، حوالي 5 دقائق وانتم تخدموا بهذه الطريقة تمحروا فيه، ومن بعد ان شاء الله نكملوا. لهنا بعد ما خدمناه شوفوا لازم كي ديروا له بهذه الطريقة لازم يتكور لنا ويقعد، ولا كي تلظوا عليه هكا يقعد بهذه الطريقة. نجيبوا لهنا الكيلة هذيك تاعنا تاع الماء والمزهر، ونبداو نضيفوا بشوية، اللي يحب يخليه يرتاح كي تبسوا هكا تقدروا تخليه يرتاح وتروحوا تخدموا الحشوه تاعكم، ولا تخدموا كيما نخدم انايا عادي. نضيفوا بشويه، ممكن يدي لكم كيله ممكن يدي لكم اقل، ما على باليش اكزاكت شحال راح يدي لكم. انا دوك راح نضيف الماء بالتدريج ومن بعد ان شاء الله راح نقول لكم شحال دالي. اذا هنا شوفوا العجين تاعنا كيفاش راهو، حاولوا تلموه فقط ما تعجنوهش، العجين تاع المقرود راهو ما يتعجنش. لهنا انا دالي كيله غير ربع، هذا الكيلا هذا الربع اللي بقات لي مانيش راح نطيشها، علاش؟ لانه دوك نغطيه نخليه يرتاح ونروح نخدم معكم الحشوه. من بعد كي نجي نخدم اذا لقيتو كما نقولوا احنا شرب هذوك السوائل، شرب هذاك الماء ولا لي يابس، راح نزيد له هذا الماء. اذا هذه هي نحطوا على جهه ونجيو نخدموا مع بعض الحشوه. اذا نشوفوا الغرس تاعي، انا عندي مزيج من الغرس تاع البطانه، وخدمت ايضا بشويه كان عندي تاع هذاك تاع العلب هذاك العادي اللي هنا راهو شويه يابس، نخدمو الساع شويه بيديا او نضيف له شويه تاع الماء هكا ونخدم. بعد كي نرجعو كامل كتله واحده نكمل معكم. اذا شوفوا بعد ما رجعتو كتله لهنا نضيف له الماء بشويه بشويه حتى يولي كتله واحده، نضيف له شويه قرفه لهنا، وراح نضيف له ايضا الفانيلا بهذه الطريقه، ما تكثروش بزاف، وراح نضيف له ايضا الجلجلانيه، الجلجلانيه تكون محمصه عينك ميزانك، ونضيف له ايضا حوالي ملعقه صغيره او نصف ملعقه تاع اكل زبده، وايضا راح نخلط كلش مع بعض حتى ينسجموا هكا، وبطبيعه الحال نضيف له الماء بالتدريج هكا، نضيف له الماء بالتدريج. تحبوا ديروا مزيج بين الماء ومزهر، ولا ديروا الماء وحده ولا المزهر وحده، هذا يرجع لكم.
هكا دوك انا راح نضيف له الماء بشويه حتى نتحصل على القوام اللي بغيتو انا ونرجع. شوفوا الحشوه تاعنا كيفاش راهي، راهي سائله. شوف شتو كيفاش راهي سائله. من بعد كي نبغى نخدم بها راح نعاون يدي بالزيت. اذن هذه هي، نحطوها على جهه ونروحوا للعجين تاعنا ونشوفوا اسكو راه واجد ولا لا. لا شوف شتو العجين تاعنا، شوفوا كيفاش ولا. لازم دوكا راح نزيدوا له الماء، فهمتوني؟ لازم نزيدوا له لهنا الماء المره الثانيه، نزيدوا هذيك الكميه كامل ونشوف. يعني ممكن يدي لكم اكثر من كيلة، ممكن راح يجيكم سوا سوا. اذا دركا راح نضيف له الماء حتى نتحصل على العجين او القوام اللي راح نخدم به المقرود، ونقول لكم شحال العجين الى قسمين. شوفوا لهنا، لهنا راهو دالي حوالي زدت حوالي ملعقه ولا اثنين تاع ماء فقط، ما داليش بزاف، دالي كيلة وحوالي زوج ملاعق نتاع الماء. دركا نجيبوا لهنا عجين، او عفوا نجيبو كيس بلاستيكي هكا، وراح نفتحو عليه هذاك العجين بشكل مستطيل عادي هكا. بسم الله. كيما راح نفتحو العجين تاعنا راح نفتحو الحشوة بنفس الطريقة. راح تشوفو كيفاش نجيبو القنوط، عفوا بسم الله، ونبداو نفتحوه. دوك انا راح نفتحوه على شكل مستطيل، ومانيش راح ندير كميه كما نقولوا حنايا، مانيش راح نخشنو بزاف ومانيش راح نرقو بزاف باش ما يجيش الفيديو فقط طويل. انا دوك نروح نديرو على شكل مستطيل ونزيد نعد لكم كيفاش راح نفتح الحشوه ونكملوا مع بعض. الا نشوفوا السمك تاعها كيفاش راهو، ما يكون خشين بزاف وما يكون رقيق، وديروها حاول تكون على شكل مستطيل. وانتم لهنا تقدروا، لهنا لازم دوكا راح نديرو الحشوه نص نتاع الغرس منا باش راح نعاودو نطويوها بهذا الشكل. راح تشوفوا كيفاش. لهنا نجيبو شويه نتاع الزيت ونجيبو الحشوه تاعنا ها هي، نقسموها ايضا الى قسمين ونعاونو بيدينا شويه بالزيت هكا، ما تكثروش بزاف. وراح نديرها لهنا على هذا الطول، نديرها على هذا الطول، ومن بعد راح نبسطها بالقنوط. انا نبسطها ومن بعد نرجع لكم بهذه الطريقه. ودوكا واش راح نديرو، نجيبو لهنا ونحطوه بهذه الطريقه. شوفوا كيفاه هكا، نحيو بالموس اسكو الصوره واضحه ولا لا. نحيو بالموس هذيك الزياده نتاع الغرس هكا، نزيدو منه بنفس الطريقه. شوفوا كيفاه، يعني حبيت ندير لكم فقط نعد لكم اللي هنا كيفاش يجي، لا اكثر ولا اقل. نزيد نحي منه لانه راني فوت بزاف، هذا لازم نحيه فهمتوني، باش كي نطوي تجي طويه سوا سوا. حاولوا تقسموها الى قسمين ونطويها. بسم الله، مازالت عفوا نعاود ونزيد نقص في الغرس، لازم نزيد نقص. حاولوا برك نتوما تقدروا. دركا نزيد نعاود نشوف، اذا دركا راهي سوا سوا. شوفوا كيفاه، ونطويها منا على الجنب. نعدلو بهذه الطريقه، نسويه مليح ونجيبو لهنا كوبات ولا بالموس كيما تحبوا، وراح نخدمو اشكال هكا. شتو كيفاه هكا، ونمشي حتى نكملهم كامل باش يجينا شكل نتاع الزلابجي هكا. ونعاودو بنفس التراساج من هيها، حاولوا تخدموا بالموس ولا باش يسهل عليكم العمليه، المهم كما تحبوا. شتو كيفاه، ودوكا لهنا ونقسم، نحسب 4 نقسم
ربعة ونقسم. هادي شوفوا كيفاش جينا الحبه تاعنا. شوف شتو كيفاش تجي. اذا هذه الحبه الاولى راح نحطها على جهه ودوك نروحوا نخليوها ترتاح، ما نروحوش ديريكت نطيبوها، ونروحوا نخدموا مع بعض الشكل. العجين تاعنا فتحناه والغرس تاعنا ايضا فتحناه، وكلش راح نديرو. المهم نتوما حاولوا تفتحوهم بنفس المقاس، اذا ما صلحت لكمش انا راح نجيب الغرس تاعي بهذه الطريقة وراح نهزو ونحطو. شوفوا كيف هكا. عفوا ما يهمش ما يهمش، دوك نعدلو. اذا بهذه الطريقة نبداو على بركة الله نبداو نطويو. هوني برك هكا نطويوه عادي كيما نطويو البسكوي رولي. شتو كيفاه على باش اسكو الصوره واضحه ولا لا؟ هكا عادي نطويو 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 حتى نوصلوا للنهايه هكا. لهنا نغلقوا انايا مليح. دوكا راح نديرو على شكل هرم، نحاول نغلفه بالكيس بلاستيكي ومن بعد نجي نديره على شكل هرم. حاولوا تحطوه على هذيك البلاصه اللي غلقتو عليها هكا، ونديروه نخدموه على شكل هرم. دائما لازم الكيس بلاستيكي هذا يساعدكم. شوفوا كيفاه هكا، ندير له السعر القاعده ومن بعد نولي نخدمو بهذا الشكل. شتو كيفاه، هذا هو الهرم ما فيه والو. نعاودو نحيو لوختكم بهذا الكيس بلاستيكي، نحيو الساع هذ الجوانب لانه راهم فرغانين راهم فيد ما فيهم والو. نزيد نحي من هيه، شوفوا هنا ما كان والو. نزيدو نحيو الفيد لي منا، حاولوا المستعكم كي تعودوا تنحيو. شوفوا ما كان والو، ولهنا تبدا تبان الحشوه. انا للامانه راح نخدم بالموس. اذا شتو الحبه تاعكم ما جاوكمش كيما الهرم خليهم دائرين كيما تحبوا هكا. نزيد منه اذن بهذه الطريقه ونحي الحبه تاعي كامل كيف كيف. شوف اذن درك انا راح نقطعهم كامل، ومن بعد ان شاء الله نروح نسخن الزيت في المقله ونجي نطيبهم معكم. ولازم طبيعه الحال الزيت او عفوا العسل تاعنا يكون واجد، يكون محطوط من جهه يكون يسنى. جوست نحيو المقله تاعكم من المقله ديريكت نحطوه في العسل باش يتعسلنا. العسل تاعنا بارد والمقله تاعنا يكون سخون هكا كيما الزيت. شوفوا يدير لكم كميه لا باس بها، خي شتو ما درتش حاجه كبيره بزاف. اذن هذه هي دوك نكملها كيما راكم تشوفوا. الحبه تاعنا راهم واجدين، دار لي كميه لا باس بها. فقط بشويه عجين شويه تاع الغرس كيما شتو يديرنا هاد الكميه كامل. لهنا فقط منين غلقناه تقدروا ديروا بياض البيض ولا ديروا الماء باش ما يتفتح لكمش. فقط هكا منين غلقناه باش ما تفتح لكمش الحبه. شوف شتو هذا الخط هذا منين غلقنا العجين هكا برك. دوك انا واش راح ندير، الزيت راهي على جهه شوفوا هاي تسخن، نسخنها مليح. كي نشوفوه سخن نعاودو نقصو لها النار ترجع اقل من المتوسط، او اقل هي اقل من المتوسط. دوك نخليها تسخن ونجي نكملو مع بعض. اذا لهنا بعد ما سخنت هذيك الزيت راح نقصو للنار ونجيبو لهنا. كيما قلت لكم لازم ديروا الماء
ولا بياض البيض سينو يتفتحوا لكم. ونبداو نضيفوهم بسم الله هكا. كل وحده ندير لها لازم الماء. حاولوا النار تاعكم تنقصوا لها لانه راهو مخدوم بالدقيق، لازم تخليوه يطيب على راحته. قادر يدير لكم حتى 20 دقيقه وهو يطيب. عفوا، حاولوا الحبات تاعكم تحطوهم بهذه الطريقه هكا، ما تكثروش بزاف الزيت، يعني ما تغطسوش الحبه، ما تجيش الحبه كامل في الزيت. ندير انا ربع حبات فقط اذن هكا، ونقلبوهم الوجه الثاني. نقلبوهم هكا على الوجهين حتى يطيبوا مليح وياخذوا لون محمر. راهم يديو لكم وقت حوالي 20 دقيقه وهما يطيبوا، لازم تخليوه لهم الوقت. راهم مش بالفارينه، لازم القلب ايضا الداخل لازم يطيب، لانه نشوفوا مرات انه مقرود، كاين مقرود هكا ساعات تشوفوه بالعين بلي راهو طايب ولكن الداخل راهو عجين، لازم تخليه يطيب الداخل وبرا. اذا دوكا واش راح ندير؟ نطيب كامل الكميه تاعي بنفس الطريقه، وجوست مع نخرجوها منا من الزيت ديريكت نحطوها في العسل. كما كنت تشوفوا عندي عسل لهنا ما ضفت له حتى اضافه، ديريكت من العلبه. انا استعملت الدب، تقدروا تستعملوا مرجان واش عندكم في الدار. بهذه الطريقه حطيتو في الميكرون، تقدروا نتوما تحطوه في مقله برك شويه هكا يدفى يولي سائل، ونخدموا به. جوست نحيها منها، نقطرها من الزيت مليح، نحطها في العسل ونخليها تتعسل جيدا، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم في الاخير مع النتيجه الاخيره. شوفوا لهنا بعد ما عسلناهم، حاولوا تخلوه يطول شويه باش يتعسل مليح حتى للقلب. وكنحيلوا هذاك العسل الزايد بهذه الطريقه ونحطوه منا في الصفايه. حاولوا تخليوه يتعسل مليح، يعني ماشي تحطيه وتعاودي تجبديه، على الاقل 10 دقائق وهو في هذاك العسل. اذا دوكا راح نعسلهم كامل كما قلت لكم، ونرجع لكم ان شاء الله مع النتيجه الاخيره. اذا الوصفه انا راهي امامكم، شوفوا الشكل تاعها ما شاء الله. راح نقسمها لكم باش تشوفوها كيفاش جات لداخل، تجي رائعه وتجي احسن من تاع المحلات، وتجي خفيفه وايضا تجي لداخل معسله للقلب. شوفوا راح نقسم معكم حبه، بسم الله شوفوا كيفاش، بسم الله شوف شوف شوفوا كيفاش، يعني روعه. اذا هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الى تكثروا لي من لي جام تكومونت لي اسم لا فيديو، واذا عجبكم قناتي عليكم الى ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. يعني ما قال نقول لكم شهيدكم الصحه، تلقاو في عد اخر، تهلاو في روحكم وسلام.